بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الرسالة حنتكلم عن بروتوكول نقل البيانات الـ UDP أو بروتوكول نقل البيانات الغير موثوق فيه. بروتوكول نقل البيانات الغير موثوق فيه الـ UDP اللي هو اختصار لـ User Data Grain Protocol، ويوجد في الـ TCP/IP كما نعلم أربع طبقات لنقل البيانات. تستخدم هذه الطبقات الأربعة سواء في عملية إرسال أو استقبال البيانات. واحدة من هذه الطبقات الأربعة هي طبقة النقل، حيث يوجد بروتوكولين لنقل البيانات وهما TCP والUDP. في هذه الرسالة سوف نتكلم عن UDP. يقوم UDP بتغليف قطع البيانات بمعلومات أو تغليف قطع البيانات بمعلومات إضافية تساعد في توصيل تلك القطع إلى المكان المطلوب. تسمى المعلومات المضافة على كل قطعة بالمعلومات الرأسية UDP header، والذي يتكون من 4 حقول وحجمها تكون 8 بايت، وهي كالتالي: الحقل الأول اللي هو السورس بورت، رقم المنفذ الخاص بالجهاز المرسل للبيانات، وهو رقم عشوائي يكون من 1024 حتى 65535، ويستفاد منه في عملية التفريق فيما بين الأجهزة المتصلة بسيرفر معين. الديستنيشن بورت نمبر أو رقم المنفذ الخاص بالجهاز المستقبل للبيانات، وهو رقم الجهاز كما ذكرنا المستقبل للبيانات أو المرسل إليه، وهو من خلاله نحدد البروتوكول الذي من خلاله سوف نتصل بالجهاز الديستنيشن. وكل بروتوكول من طبقة التطبيقات يملك بورت نمبر أو رقم منفذ خاص فيه، وهي تكون من 1 حتى 1023. عندنا بعد كذا الحقل لينجث، وهو حقل يبين لنا الطول والحجم الكلي سواء لليودي بي هيدر بالإضافة إلى البيانات التي يتم نقلها من خلال بروتوكول اليودي بي. الحقل الرابع وهو حقل التشيكسم، وهو حقل فحص البيانات، وهو يحتوي على قيمة رقمية وهي ناتجة عن عملية حسابية يقوم الجهاز المرسل للبيانات بإجراءها على الداتا سيجمنت، ويضع هذه القيمة في داخل هذا الحقل، ومن ثم يرسل هذه قطعة البيانات أو الداتا سيجمنت إلى الديستنيشن. الديستنيشن عندما يستلم هذه السيجمنت فإنه يقوم بإجراء نفس العملية الحسابية على السيجمنت. إذا كانت النتيجة متطابقة فيتم قبول هذه السيجمنت، أما إذا كانت غير متطابقة فذلك يعني أن السيجمنت حصلت فيها مشكلة في طريقها فيما بين الجهاز المرسل والمستقبل اللي هو السورس والديستنيشن. عندها سوف يقوم الديستنيشن بحذفها. يطلق على UDP عديم الاتصال connectionless، عديم الاتصال connectionless، بحيث انه لا يقوم باجراء عملية اتصال بالجهاز المرسل قبل ارسال البيانات، بل يقوم بعملية الارسال مباشرة. كذلك يطلق على UDP بروتوكول نقل الملفات، طبعا لا يقوم بالتأكد من وصول البيانات، تمام. ايضا يطلق عليه UDP بروتوكول نقل البيانات غير موثوق فيه، لانه فقط يقوم بارسال البيانات دون التأكد من انها وصلت الى الديستنيشن او الجهاز المرسل اليه، وانها وصلت سليمة الى الديستنيشن. وكذلك UDP لا يملك خاصية تصحيح الاخطاء، بحيث لو وصلت الداتا سيجمنت الى الديستنيشن وفيها اخطاء فسوف يقوم الديستنيشن الجهاز الذي قام باستقبالها سوف يقوم بحذفها، والجهاز السورس الذي يقوم بارسال البيانات لن يقوم باعاده ارسال هذه الداتا سيجمنت. كذلك لا يقوم UDP بالتشييك على حاله الشبكه، فحتى لو كانت الشبكة مزدحمة بعملية إرسال فسوف يقوم بإرسال هذه السيجمنتس، مما يعرضها إلى احتمالية عالية في أن يتم حذفها. كل هذه النقاط تجعل UDP غير موثوق فيه، وبالتالي فاستخدامه قد نعتبره نقطة سلبية، ولكن هذا ليس صحيح، وذلك لأن UDP هذه النقاط السلبية تسببت في نقطتين إيجابيتين، وهما: النقطة الأولى وهي أن الباكت التي يتم إرسالها تكون أقل حجما
طبعا عندما تستخدم اليو دي بي راح تكون اقل حجما مقارنه بالتي سي بي. والنقطه الثانيه وهي ان اليو دي بي سريع في عمليه ارسال البيانات مقارنه بالتي سي بي. هذه النقطتين جعلت التطبيقات والبروتوكولات التي تواجه حساسيه اتجاه الوقت من ناحيه التاخير والتي تحتاج الى ان يتم ايصالها باسرع وقت ممكن جعلتها تستخدم اليو دي بي، ومن اشهرها نقل الصوت والفيديو في داخل الشبكة. لذلك لا غنى عن استخدام اليو دي بي كناقل البيانات في داخل الشبكة رغم نقاطه السلبية. إلى هنا وصلنا لنهاية هذه الرسالة، وأتمنى تكون وصلتكم الرسالة. كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.